تم فين يا تم فين حرام تم وتم تم التعامل تم فين الدفاع يا في الدفاع تعال هنا وكمان عدي صح شكرا خالتي ماشي يا معلم شكرا شكرا تفضل يا استاذ دائرة بكامل هيئتها إلى محل دي كراسة معانا مش هنصلي لا 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 إلى محل فهم فهم البطل فهم وفين كان كيف حبيب ولا حاجة تفهم هذا المقام صحبة القوة اللازمة والدفاع الحاضر معه كل من استاذ محمد زغلول ابراهيم استاذ محمد انت سابق في محضر الجلسه سابق استاذ محمد زغلول المحامي مع المتهم كما مثلا كما مثلا مع الهيئة مصطفى بي عيسى مدير نيابة إبراهيمية صحبة القوة اللازمة اللواء أحمد شفق حكم دار الشرعية والعميد محمد عادل مدير مباحث رئيس مباحث المديرية وشاهدي الإثبات يلا بالشبه مقدم محمد الفرماوي مقدم أحمد فخر العزازي والمحكمة ناقشت الشاهدين في محل الوقعة عن محل ضبط المكان تحديدا فأشار إلى مكان الضبط هو عبارة عن عقار مكون من 4 طوابق علوية وبجوار المدخل محلات عدد 3 محلات أشار شاهدي الإثبات أن المتهم الماسل تم ضبطه محمد أحمد بيه تفضل تم ضبطه فين؟ محمد بيه لو سمحت وصلوا لنا بقى كده يا جماعه شوف شروطه بس يا خلاص يا اسكندر واشار الينا شاهدين الشاهد الى ان طيب طيب وأشار إلينا يا أحمد أحمد فين؟ خلص يا محمد قام
قامت المحكمة باختيار أحد الحاضرين لعمل محاكاة بما حدث مع شاهدي الواقعة. قرر تم إحضار دراجة بخارية موتوسيكل لكي يكون شاهد الواقعة ويبين للمحكمة كيف تم ضبط المتهم وهل يمكن للدراجة البخارية الصعود والخروج بسهولة من عدمه. المكان اللي كان فيه أحد بسرعة المحل ده كان فاضي كان صاحب المحل بعتهم يا ريت روح هات المكان هات المكان. وبسؤال شاهدي الإثبات قرر أن المكان في مدخل من هنا لهنا في مدخل من هنا لهنا محل سوى تم ضبطه. قرر أن هذا المكان لم يكن فيه هذه الأشياء كده صاروا محلاها ولكنه كان مخزن مجازين بالمرادة طبقا المخزن لم يكن له وبالدلوك إلى داخل المكان وبين للمحكمة. دلوك المحكمة تبين أن المكان عبارة عن صالون حلاقة به درجات سلم عدد درجة ثلاث درجات لكي يصعد بالدراجة البخارية أو النزول منها. والمحكمة طلبت من شاهدي الإثبات أن تشير للمحكمة إلى مكان ضبط المتهم بالدراجة ووضعه على وجه الدق. وتم إحضار دراجة بخارية لمناقشة الشاهدين في واقعة الضبط. بعد إذنك محمد بيه ولنا عايزين بس الماكينة موجودة بس عشان بس ولنا جاي. طيب في تعديل يا مصطفى بيه في حد المجلس اللي ما طه هنا فوق محمد بيه تعالى بقى والنبي عايزينك اثنين مخبرين يا فندم ماشي جاهزين يا فندم تعالى انت مين؟ صاحب المتهم مخبر طلع لي كده المتهم فين الخشب يا ابني. والمحكمة بعد ان احضرت الدراجة البخارية طلبت من احد الحاضرين من هنا من على السلم يا سلم يا باشا خد يا سلام. لا انا عايزك على السلم من غير ما تكون من غير ما تكون الدراجة شغالة. الله عليك كده مش الخشب الاول لا انا مش هو ساعتها محمد كده كان في خشب ولا حاجه؟ لا ما كانش تشيل خشب خالص. قرر شاهدي الإثبات أن الواقع الموجود حاليا في درجات السلم هي كما هي لم يحدث بها تعديل. اطلع من ورا أحسن يا محمد ارجع المكنة الطهارة هو ممكن بدون شنو رميها لكم يلا Thank you.
قرر شاهدي الاثبات. محمد بيه انت جاي كده بعد اسمع عليك انت جاي كده تمام. قرر شاهد الاثبات انه وبالوصول لمسكن المتهم الساعة 8:30 صباحا كان باب المحل مفتوح. نقول ايه يعني؟ لم يكن كاملا. وشاهد المتهم اسمه ممدوح يستعد كما قرر شاهد الاثبات للخروج من داخل المحل واضعا الجوال امامه على الدراجه البخاري. بس ولم تكن الدراجه البخاري كانت شغاله ولا مش شغاله؟ ولم تكن قد قام بتشغيله. والمحكمه استفسرت من شاهد الاثبات عن كيفيه صعود الدراجه او خروجها. فقرر المحكمة هيطلع زي ما حد بيمثل بقى بعد إذنك يا أستاذ مريم. تعالى يا ريس وريني كده بعد إذنك يا إزاي يا حد بيبقى اركب يا ابني كده اركب كان فين بالظبط؟ كان جوه يا حد ولا كان نفس المكان؟ ارجع ورا. طيب كان حط الحاجة قدامه واقف زي كده بالظبط يعني ده اقف. طيب متركلا بينزل فيه ويحاول ياخد. طيب طب امسك معلش حط لي كده اي حاجه قدامه من اي حاجه عندك كده في عندك. ايوه ماشي. انت اسمك ايه؟ محمد. انزل كده تعالى انزل لي بالموتوسيكل. وقامت المحكمه ايوه قرر شاهد الاسباب المقدم محمد الفرماوي انه تم ضبط المتهم بجوار الدراجه البخاريه وعلى الجدول كوز الشوال في ايده ماسك فيه هنا كان الثانيه ماسك الدراجه وكان الجوال على الموتوسيكل من الامام على استعداد لكي يقوم بإخراج الدراجة من المخزن إلى الشارع عبر دراجات السلم. والمحكمة طلبت من شاهدي الإثبات تنفيذ ذلك عمليا أمامها. إزاي محمد بيه هيقدر ينزل بيها إزاي؟ نشوف كده يعني. أنت ضبطته جوه وما كانش ده حط الشوال بعد سيبه. لا سيبه أنت. لا محدش ساعة ينزل كده وريه. وتم إخراج الدراجة البخارية بواسطة شخص واحد من الداخل إلى الخارج عبر ثلاث درجات من السلم. ولكن المحكمة لاحظت أن هناك صعوبة في دلوف ودخول الماكينة إلى الداخل واستفسرت من شاهدي الإثبات عن سبب دخول الماكينة في ذلك المكان مع انه يوجد مدخل للعمارة ومدخل تاني. ايه الحكمة يا محمد بيه ان هو حكمة سيادتك ان الموتوسيكل لما بيتحط هنا البوابة دي بتقفل عليه بيبقى مختص بالموتوسيكل. مدخل العمارة مختص باهل البيت اللي ساكنين فيه. تمام. من هو واخواته وابوه وامه. قرر شاهد ذات المحكمة ان الحكمة من وجود الدراجة البخارية داخل المخزن مع ان هناك صعوبة في الدلوف والخروف قرر ان هذا المخزن مستقل
وهذا النوع من التجارة فيه حيطة وحذر، وأن المدخل الخاص بالبرج فيه أشقاء وإخوة وسكان، ولا يمكن استعمال الماكينة الدراجة البخارية إلا من خلال المخزن، وأنه تم ضبط المتهم والمواد المخدرة والدراجة داخل المخزن قبل استعداده للخروج بها. انت سألتك ايه بالمتهم؟ ابن عم. وهو ابن عم وقرر انه ابن عم المتهم؟ والمحكمة سألته مين اللي المخزن دي مفتوح امتى؟ من الحلقة دي من شهرين ولا من ثلاثة؟ شهرين. لا انا حاج انت بقى. انا كلام محدد، حاجش كلام دون اذن. لا اجرت من 8-9 اشهر. كانوا ستة. لا من 7-8 اشهر جاب رمضان حوالي 6 اشهر. جاب رمضان قرر انه مؤقت. كان هنا. ده جال هنا. صالون خلاقة. انا يا استاذ. لا جاب رمضان باربع مقدر حصله من حوالي 7 شهور، وكان المستأجر يقطن في مكان مواجه لمكان الضبط. اسمه ايه؟ يوسف. واسمه يوسف اللي متأجر المكان. والمحكمة واجهت المتهم. تعال يا ابني. واجهت المتهم بما قرره شاهدي الاثبات. كله بقى يتحرك بعد ما كله ورا كده يا جماعه. الاهالي لو سمحتوا بقى يخفوا كده خالص. الاهالي دول يخفوا خالص لو سمحت يا حضرتك. واجهت المتهم في حضور شاهدي الاثبات. بعد اذا بعد كده وسالته شاهدين الاثبات بيقولوا المقدم محمد والمقدم احمد بيقولوا ان هم ضبطوك وانت طالع بالمكنه والشوال قدامك في المخدر الحشيش مقدر البانجو والطلقات هنا داخل هذا المحل اللي كان مخزن قبل ما يبقى حلال. ايه رايك في الكلام؟ ما حصلش يا فندم واقسم بالله. متى؟ لا حصل ما حصلش. ما حصلش يا فندم. امال تم ضبطك فين؟ تم ضبطي من الشقه بتاعت الدور. قرر انه لم يتم ضبطه في المكان الذي قرر شاهدي الإثبات. وأنه تم ضبطه بالشقة سكرة من فوق. طيب الماكينة دي بتاعت مين؟ المكنة المربوطة في المركز عند محمد بن صلاح دي مبلغ بسرقتها؟ كان إيه اللي تم فيها مصابين المكنة دي؟ ما أنا عارف كان كبير. مكنه كبير. امال وصلت عنده ازاي؟ وصلت عندك ازاي المكنه؟ ما مصطفى بيه مدير النيابه بيقول لك ان المكنه دي كان مبلغ بصدقتها وتحرر عنها محضر. مبلغ بصدقتها. وصلتك ازاي؟ يا فندم لما سالني يوم اتخذت المكنه خدوها منين؟ المكنه مش تبع خالص. هم خدوني من الشقه من عندي من الدور الثاني محمد بن فرماوي. جدي خبط عليا. المكنه خدوها منين؟ لا مش تبع خالص. بس انت قلت كده في الاتحاد، قلت المكنه موجوده. لا انا قلت لمصطفى بيه، قلت له المكنه ما اعرفش عنها حاجه خالص. انا جاي انا واخويا متاخدين وانا نايم فوق في الدور الثاني، انا واخويا نازلين من فوق انا واخويا متاخدين. المكنه كان فين؟ خلاص مش من هنا. ها؟ مش عارف عنها حاجه يا فندم اقسم بالله. كتبت يا ضبط الماكينة الدراجة البخارية المتحفظ عليها بمركز شرطة الورمية لما هي مش هنا ومش بتاعتك، ايه اللي جاب انا وكبير؟ في المحكمة هتطلع على المعاينة وبكرة بتطلع عليها وتترفض. عايز تقول ايه؟ اتفضل. المكنة دي كانت مسروقة، هي اساسا مش جت مع مصطفى بيه، كتب انها هي من ديار، وهي مش من ديار خالص يا باشا. المكنة دي كانت ومسروقة من حوالي 6-7 سنين، وكان معمول لها قضية واتاخد فيها فردين واتحبسوا 6 شهور. ما هو مصطفى بيه ما قالش الا كده بس. ليه اللي جابها هنا؟ هكمل معاك الكلام. صاحب المكنة حرر محضر بيها وقالوا له المكنه بتاعتك في مركز ابو كبير،
في الابراهيميه يوم 12/12 يا باشا، يوم 12 واتعمل محضر منفصل وراحت القضيه راحت هي. طب نوصل بقى للاخر اللي جاب المكنه ولا لا؟ ما هو هقول لحضرتك المكنه كانت في حيازه مركز الابراهيميه، وفي صاحب المكنه قال لابراهيميه مركز ابو كبير اتصل عليا قال لي المكنه في الابراهيميه. يعني معنى كده، معنى كده ان المكنه ما كانتش. اسمعيني لما اتكلم تسمعيني. اتفضل. يعني معنى كده ان ضباط مخدرات العاشر جم على الابراهيميه ولا محمد بن ندي لنا مكنه ناخدها من عندك؟ سلي في الباب. تعالوا كده لو سمحتوا، هتبص لي في الباب الخشب، قول لي المسمار ده، المسمار ده حديث ولا مش حديث، وادخل جوه شوف لي. استنى ما كملتش. هتشوف لي الخشب ده، المسمار ده حديث ولا مش حديث، بالخبره مش يقين. وبعدين هتدخل لي جوه على الرخام. الرخام دي معمول بايه؟ بتلزق بايه؟ الابيض ده بنسميه ايه؟ سيليكون. جبس واسمنت. شوف لي الجبس والاسمنت ده حديث، والمسامير دي بص لي وقول لي الوضع. اتفضل اتفضل يا شوف. الاول بص لي في داير الخشب كله، وبعد كده ادخل لي شوف لي الجبس والاسمنت اللي جوه اللي مع الرخام. وريها مصطفى بيه بعد اذنك الملاحظات اللي انا شفتها. يعني المسامير على دهان مع الدهان، حديثه مش حديثه؟ تمام. اللي هو من امتى مصادر؟ اليوم من امتى؟ بالنسبه للرخام بص كده تحت، بص لي تحت. المحكمه لاحظت انت المفروض ان انت خبره، المفروض ان ده شغلك انت الخبير. قول لي المحكمه استدعت مهندس التنظيم بمجلس مدينة الإبراهيمية وبحضور رئيس مجلس المدينة لسؤالهم عما إذا كان الأشياء الموجودة داخل المحل والمخصصة للحلاقة حديثة أم منذ فترة. قرر مهندس التنظيم أن الرخام وما والمعدات والمستلزمات الخاصة بمحل الحلاقة حديثة. كما صدعت مستاجر محل اسمك ايه؟ يوسف. ايه يا نعم ورا رئيس اسمك يوسف. ايه يا ابني فين هو يوسف؟ اسمك ايه؟ يوسف. ايه يوسف؟ محمد. محمد قرر انه في عقد ايجار سالت المالك عما اذا كان وقع عقد ايجار للمحل المؤجر كمسؤول حلاقه قال لا مفيش محل، و قرر مستاجر المحل انه مستاجره من شهرين ولا من اربعه ونص؟ من خمس شهور، من اربعه ونص. قرر المستاجر انه قام باستئجار المحل من حوالي اربع شهور ونص الى خمس شهور دون تحرير عقد ايجار من المال. المتهم فين؟ هو يا فندم اخر حاجه تعالى طالع فوق بقى صح؟ طبعا خلاص ما تبيعليش يا محمد. ايه المكان بس مش كله، واحد بس يطلع معاه، بس واحد بس يطلع معاه. تعالى مباحث. اه خليه يلف، بس خليه يلف لفوا معاه بقى وداروه كده. ايوه بس ده مكان الضبط يا محمد بيه. واشار محرر محضر الضبط الى مكان ضبط المتهم تماما، بينما انكر المتهم انه تم ضبطه في هذا المكان، وانما تم ضبطه في الشقه سكنه بالدور الثاني. بينما قرر شاهدي الواقعه بمضمون ما تم اثباته بمحضر التحقيقات، واحال الى كل كلمه قرروا بها امام النيابه العامه. قرر شاهدي الاثبات ان سيارات المكافحه كانت في مكان يبعد عن المحل بحوالي 20 متر. ايوه هنا. ايوه كان في بعض السيارات واقفه قدام المحل، وانه تم ان المتهم استقل معهم السياره من هنا من المكان. واخدت الماكينه على ايه؟ على عربه.
نقلتها يعني. ويتم اصطحاب المتهم والدراجة البخارية الى مركز شرطة.